جهود غير مسبوقه تقدمها الدوله للعديد من الشرائح المجتمعيه والعمال والمزارعين والصيادين من ضمن تلك الجهود ما قدمته الدوله المصريه من توزيع 24 مركبا للصيادين بقريه الطويصه باسوان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بفئه الصيادين. في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصيادين وتقديم الدعم لهم تم توزيع 24 مركبا للصيادين بقريه التويصه بمحافظه اسوان دعم تم تقديمه من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بحضور نائب محافظ اسوان غاده ابو زيد والسفير الكويتي بالقاهره غانم صقر الغانم وتم تسليم مراكب صيد حديثه للصيادين مزودة بموتور وشباك صيد ومعدات صيد حديثة كاملة، وذلك لمساعدة الصيادين في تحسين مستوى معيشتهم واستثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد الصيادون من جهتهم عبروا عن فرحتهم الغامرة وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منحهم أملا جديدا في الحياة من خلال توفير حياة كريمة لكل المصريين محافظة أسوان وقرية الجعافرة أبو والطويصة بتشهد عيد النهاردة امتدت لنا يد القيادة ويعني غرجتنا بخيرها فاحنا بنشكر القياده السياسيه وعلى راسها السيد الرئيس ومجلس الوزراء والجهات اللي مانحه للمشروع دوت، المشروع دوت فعلا هيفتح بيوت وفعلا هيحقق عائد مش لاصحاب ل... ل... المراكب بس، لا هيحقق عائد كمان للناس الموجودين في البلد. شاكرين القيادات السياسيه والتلفزيون والناس والمحافظ على راسهم والسيد الوزيره شاكرين جدا 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 على العمل الرائع لفتح باب الرزق. لفتح باب الرزق للشباب والناس كله يعني. والحمد لله ويأتي هذا الدعم من خلال التعاون التنموي والخيري بين مبادرتي مراكب النجاة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات لأهالي الكرة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والمناطق الأكثر احتياجا